مسطره وحضرتك مين؟ Are you the bride؟ لا بقولك ايه، خليك حلو كده وكلمني عربي. حاضر هكلمك عربي. حضرتك العروسه؟ الحق يا حماده الحق، انت شكله ما يعرفنيش. طب وايه المشكله؟ ايه ده ايه ده، انت اتجننت ولا ايه؟ ما تعرفش نوسة الشمساويه اشهر مطربه؟ انت مش متابعها ولا ايه؟ دي عندها 3 مليون فلورز على الانستا، ده غير ال 2 مليون اللي على الفيس وال 5 مليون اللي على التيك توك. ربنا يبارك لي في كل الفلاورز اللي عندك. معلش اعذروني يا جماعه، بقالي فتره ما سمعتش مهرجانات. طب انجز، العرايس اللي هنغني في ليلتهم النهارده وصلوا ولا لسه؟ جايين في السكه. لا في السكه؟ لا احنا مش هنستحمل، تشوف لنا حته نسكن فيها وتشوف لنا لقمه ناكلها، عشان كده مش حلو خالص. هو طبعا حضرتك بالقميص اللي عليه بجع ده بتغني مع الاستاذه الشمسيه صح؟ الشمسيه دي تبقى خالطه. سوري يا امبريلا. امبريلا دي تبقى ست. ما شاء الله احنا بنرد على طول قوي. على طول دي لا ايه ايه ايه، وانا ما عنديش اهل يسال عليا يا جماعه ولا ايه؟ في حضرتك مين اصلا؟ حضرتك ما قلتيش انت كينونتك ايه؟ يا حماده انا مش عارفك. يا عم في ايه مالك؟ انا الاي تي ام بتاع الجوب ده. مين يا باشا؟ ايه مدير الفرقه؟ لا اي تي ام اي تي ام. طب بص بقى يا تي ام، بليز فيل ذيس فورم افري تو ان ا روم. Anything you gonna order is gonna. خلاص يا حبيبي كفايه هبد بقى، عرفنا انك ابن ناس وبتتكلم انجليزي، ما كلمنا بلدي. هكلمك بلدي، بص عشان مش فاضي. انت هتمضي قصادي. اي مصاريف تدفعيها خفيف يا اما هتتقاضي. سل الجول الفل الكل، اتنين اتنين صوتين سريرين، تدفع اول تشمش بيزا مفهوم؟ ابو لا لا. ايه الجمال والحلاوه دي؟ امبلاقي طالعه من بقك زي العسل. يعني انا قاعد بغني كل ده وانت ما عجبكش غير الغنوه اللي لقيتها الاستاذه امبلاقي بس؟ اسكت انت دلوقتي، انت مش فاهم حاجه. انا مش مصدق نفسي يا ناس، انا بحلم. الفنانه نوسه الشمسويه عندنا. شايف الناس اللي بتفهم؟ ده بيفهم؟ حضرتك هتغني فرح الليله؟ ايوه. تصدق بايه؟ العريس بتاع النهارده حاجزني عشان اغني في فرحه من قبل حتى ما يعرف العروسه. والله عريس بيفهم. على فكره بقى انا حافظ كل كليباتك، ده من كتر تواضعك يا فنانه انت عامله اغنيه باسمك. انا نوسة حلوه وخلبوسه، عمري ما اكون سوسه من عين محفوظه. انا نوسة انا نوسة انا نوسة انا نوسة انا نوسة انا نوسة يا بس. انا نوسة انا نوسة انا نوسة انا نوسة بس. مفهوم؟ طب قبل لا اوعى كده، اوعى انت هتخش قبلية. مش انت يا زفت؟ بقولك ايه يا قرشي، كل الهبد والحرق اللي انت عمال تحرقه معايا ده مش هيجيب اي ايجابي. انا مش هدفع ثلاث بواك يا اسطى، وريني بقى هتعمل ايه. على الله ما تجيش الاوردر. ها الثلاث بواكي؟ هو ده المطبلاتي بتاع حضرتك بياخد 3000؟ لا يا اخويا ده النبطشي. ما شاء الله. طب ممكن التبس بتاع البيلمان؟ تبس تبس مين ده يا حالتها؟ يلا يا اسطى يلا يلا، ورينا عرض كتفك والنبي مش ناقصاك. طب انا عندي حل يرضي جميع الاطراف. انا فكرت اعمل ابلكيشن اسمه بقششني شكرا، وشعارنا هو اديني بقشيش ما تزعلنيش ما تقولش معيش وما تحرجنيش. ده سعيد البلمن وده غلبان مش من الباشا، واتحول له التبسه وامه كشده لعمره بيطلب ويقول هات 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 بقششني هات هات فرفشني. والله بقى انت جاي تشتغلنا انا نوسه الشمسويه وتقول لي ابلكيشن للبقشيش؟ طب اسمع بقى، انا نوسه يا سعيد، انا قلبي حديد جاي في حتتي دي، اقصر شغلتي النقطه يا واد، وانا بطلب نقطه وبقول هات 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 فرحني هات هات نقطني هات. لا يا فنانه مش كده، هات هات نقطني هات هات فرحني هات هات بس. حاضر. طب يلا طرقني يلا يلا. لازم نعمل دويتو مع بعض. يلا دي ظاطت. يلا اوعى هات المفتاح امشي. ده يا اختي الفندق اللي كله مواهب مكبوته وعايزين يرقصوا ويغنوا دول، ايه ناقصاكوا؟ لا جرى ايه يا اسطى؟ بقولك ايه يا قرشي، هو انت فاكر ان مفيش نبطش غيرك في الخصوص ولا ايه؟ لا هو انت كل فرح هتبقى عايز تزودني؟ هو ايه اللي طلب بواكي في الفرح ده؟ انت الفرح اللي فات كنت باتنين ونص. اسمع خلصت الكلام، هما اتنين ونص في الفرح ده مفيش غيرهم، ويلا بسرعة ومتتأخرش، أنا نوسة الشمسوية يا حبيبي يلا. وبعدين يا ست الكل، كده مش حلو خالص، كده لا بلاير ولا نبطشي. بقول لك إيه؟ أنت مش سامع لسه بقول له إيه؟ هتلاقيه هيجي على طول، دي حركات آلاتية أنا عارفاها. وبعدين ما تنساش أنا نوسة نوسة الشمسوية والشاطرة
تغني ان شاء الله برجل حمار. جري يا هلس يا هلهوله من الكلوت، بتتريقوا عليا؟ طب ركز يا اخويا في الشغل، جاتكم نيله. يلا معايا، واحد اتنين تلاتة. هتقدر تتقدر، لو تزعل تتقدر، تيجي نعمل بومبارا ما كمل اول يا اسطى، كان لازم يعني النمره الحمضانه اللي في التليفون دي وتغرمني بس تمن اوبر. ما انت يا عمتي اللي ماسكه الدنيا وتفك عن الكيس خالص. خلاص يا اخويا حفك. كمل اول. وانت اخلص، فين الكوبليه التاني؟ اطلع بين جزني بسرعه وانا برافا. خلاص يا ست الكل، لقيت لك كوبليه حلو خالص، خدي اهو. متغاظ عارفك يالا مننا متغاظ، عارفك يالا مننا متغاظ، وخد فاضي من خلق الماظ. بس حياة خالتك إيه؟ انت فاكرني هاتية ومش قاطعة الاغاني اللي في السوق ولا ايه؟ ده اغنية الولا اللي اسمه مصطفى الدجوي بتاع الوراق، انت هتشتغلني انا؟ مصطفى بيقول متضايق على ما اعتقد، مش متغاظ ولا ايه؟ ما تستهبلش، يبقى متغاظ. صح، اخلص قول حاجة تانية بسرعة. هشوف لك حاجة كده في المستعجل تكون حلوة خالص، حلوة خالص. بس لقيتها اهو، مهما تشط ومهما تفط هنفضل برضو عليك بنحط، هتفضل برضو سمير عايز تضيعني في المجال. اوعى اوعى، ده انا تاريخي بيروح مني. انا غلطانه اصلا، اعتمدت على واحد زيك. انا هكلم اللي بيخلص على طول. الو. ايوه يا جنرال، ما تلحقني بالكوبليه التاني بسرعه على الواتس لحسن مزنوقه. تسلم لي يا ابو فريده. شوف، هو ده اللي بيجيب من الاخر، عمك اوكا اهو بعت على طول. ليه غير لنوح الاول؟ يلا هتولع هنولع، هتكسر هنكسر، تتدلع نتدلع، تتنطط نتنطط، اللي واقف متحنتر اوعى تقف متكتر، احنا مش بنوقف بنكشف. يلا على دماغي على دماغي على دماغي على دماغي على دماغي عاملينها دي. جري يا اسطى، انت داخل معلي حنجرتك علينا كده ازاي بعينك الخضرة دي؟ انا مش فاهم اللي انتوا عاملينه، انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ على دماغي على دماغي على دماغي على دماغي. بس بس ايه اللي بس دي؟ انت مين انت بتطلع ايه؟ يا هانم، انا فارس قنديل صاحب الاوتيل. حصل لنا الرعب يا صاحب الاوتيل، وعايز ايه؟ يلا يابا يلا اسرح، شوف اكل عيشك، احنا ورانا شغل. اسرح ايه؟ هو انا هسرح بعربيه بطاطا؟ انت فاكراني زيكو؟ ست الكل كده مش حلو خالص، بيقول لك صاحب الاوتيل. اسكت انت يا حماده، يعني كان صاحب المقام. بقول لك ايه يا اسطى، انا ورايا فرح وعايزه استعد له. استعد لها فين؟ هنا على البسين؟ وتزعجي كل النزلاء بتوع الاوتيل؟ هنا اوتيل محترم، نزلاء كده يتضايقوا. يا اختي جميله يا اختي جميله، حلوه صغننه حلوه عينيها خضرا وبيضه كده جميله خالص يا اختي. هما فين يا اخويا دول النزلاء؟ ده انا من ساعة ما جيت انا ما حتى شفت صرصار معدي. لا انا ما اسمحلكيش، احنا مش بنربي هنا صراصير، احنا بنربي هنا زباين. يا وادي حويط، انا فهمتك، اكيد الفندق ده فندق سري وانتوا عاملين خنادق تحت الارض هتخبوا فيها النزلة عشان الحرب لما تقوم. بقولك يا اسطى انا مش فاضيالك، انا ورايا بروفا، وبعدين اصلا الفندق ده هيتصيط على حسي، لان المعازيم كلها اللي جايه الفرح جايه عشان خاطري انا. حسك؟ حسك ايه يا محس؟ انا اول مره اشوفك، انا ما اعرفكش انت مين. ايه يا باشا ده؟ ايه ده؟ في حد يغلط كده في ست كبيره؟ ايه ده؟ انا اقصد فنانه كبيره، في ايه؟ طب رايح انت بقى حماده. حاضر، سيب لنا بقى الطلعه دي. بص انت خدي فرقتك كده وروح اتمرنوا في القاعه، انا موافق. بس هنا لا، هنا مفيش دوشه. ايه البلاوي دي؟ ايه البلاوي دي؟ انتوا بتقولوا ايه؟ على ايه؟ بس يلا بس على دماغي على دماغي. خلاص خلاص انا بلاوي؟
انت برضو احرجتي يا ست الكل وكده مش حلو خالص. اسكت انت. حلو خالص. انا اول مرة واحد عينه خضرة وابيض يدينا على دماغي. على دماغي. على دماغي. كمان بقيت ابو الكباتن؟ يا استاذ فارس، يا استاذ مستر فارس. نعم. لو ما فيهاش اساءة ادب يعني ممكن ناخد صورة سيلفي مع بعض؟ لا خالص. انا متشكرة قوي، انا كنت عارفة ان انت مش هتكسفني ابدا. صبرني يا رب. يلا بقى خد شوفها وقول لي ايه رأيك. ايه رأيي؟ ما هو باين اهو. امسكي. على فكره ما تتعصبش عليا قوي كده، امسك يا اخويا وصورنا انت صوره حلوه. هو انت جايه تشتغلي ولا جايه تصوري؟ لا 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 لا، انا عايزاك هادي كده وفي اكمننا يعني لوحدينا. لوحدينا؟ والشيطان تالتنا. لا الشيطان تانينا. طب سيبك سيبك، بقول لك ايه؟ هنقعد امتى؟ نقعد؟ ونقعد ليه؟ هو المتر كلم ما كلمكش ولا ايه؟ لا ما كلمنيش. طب سيبك، هنقعد فين؟ احنا مش هنقعد، احنا هنقف. هو استاذ ادم ما جابلكش سيره ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اطلعي من نافوخي بقى السعادي. كروانه. ايوه يا متر. سيبينا لوحدنا شويه لو سمحتي. حاضر يا متر، بس يا ريت تخلصوا كده عشان اعرف راسي من رجليا. وعشان كمان اعرف البطاطا بتطلع في السيف ازاي. بنت كروانه. ايه غلاب في ايه؟ البنت دي مش لسه جايه النهارده؟ هنجت كده ليه؟ يا عم لا هنجت ولا حاجه، دي كانت جايه تكلمك في موضوع الجواز. جواز مين؟ جوازك انت وهي؟ انا وهي هنتجوز مين؟ اوه تتجوزوا بعض يا اخي. لا ده انت كده هربت منك خالص. يا عم لا هربت ولا حاجه، اهدى بس كده واعرف ان ربنا بعت لك كروانه في الوقت المناسب عشان تنقذ لك مراس جدك. انت مش شايف عامله ازاي يا غلاب؟ دي حواجبها صف واحد، ده خط اسفلت. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. جمال جمال الروح يا كابتن. حتى انت هتقول لي كابتن؟ طب بذمتك لو انت مكاني هترضى تتجوزها؟ طب والله العظيم انا لو هورث 30 مليون لا اتجوزها 30 مره يا فارس. خلاص يا غلاب انا هتجوزها وطلقها 30 مره. والله العظيم انت هتجنني يا ابني ولا ايه؟ انا النوسه حلوه وخلبوسه، عمري ما كنت سوسه في العين محفوظه. يلا انا النوسه، انا النوسه، نوسه نوسه، انا النوسه، انا النوسه، انا النوسه. ورقصوني يابا، فرحوني يابا. هي ليه؟ ايه 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 انت بتعمل ايه؟ انت مجنون؟ باخدهم انت هتضرب لنا السياحه متخلف انت؟ ايه يا جدع هضرب السياحه ايه بس؟ ايه الناس دي تفهم اللي انت بتقوله ده؟ امال يفهموا ايه؟ باردون باردون ما تمشيل باردون مشيو نو ريا دو ريا نو جي نو ريغريتي ريا كار ما دي بور لا في. ايه ده؟ عاجبك كده؟ اديك مشيتهم من الاوتيل كله. والله انت اللي بوظت ودان الناس ونزلت بالذوق العام. نسيت الناس معنى الفن الحقيقي. الله يسامحك. اسكت انت مش فاهم حاجه خالص. انا نوسه عرفتني. ايه انا نوسه دي كمان؟ في راجل يقول انا نوسه؟ والله عيب عليك. نوسه عرفتني حاجات كتير قوي في الفن. ايه؟ نورت بصيرتي. عرفتني ازاي من اين تؤكل الكتف. من اين تؤكل الكتف؟ لا مش عارف، اديني بدور. انت بتقول ايه؟ انت عمال تقول لي الدنيا وبصيرتي والكتف ايه اللي انت بتقوله ده؟ نوسه ايه اللي فهمتك ايه؟ يا ابني اسمعني بقى، نوسه بتكسب الافات كتير كتير كتير. اه كتير كام يعني؟ بواكي بواكي يا عدوي. في الليلة الواحدة؟ لا في النمرة الواحدة. شوف بقى بتعمل كام نمرة في الليلة. والله سعيد انت اللي نمرة. بص يا سعيد انا فهمت دماغك، انت هتنزل القاهرة. سوبر جيت ولا طيران؟ انزل القاهرة. حاضر. زي ما تنزل بقى. عارف المهندسين؟ طبعا. سيبك منها. ماشي. جنب منها العجوزة. ماشي. انزل العجوزة، في هناك بقى مسرح البالون. اقدم فيه؟ لا ما تقدمش، لازق فيه كده على طول السيرك القومي. كويس. روح السيرك، خش السيرك القومي كده. هخش السيرك. تسأل على مين؟ على مين؟ نوسه. نوسه الشمساويه؟ الحلو. اه ماشي يا حلو. فهمتني صح؟ ماشي ماشي يا عدوي. هنزل مصر ان شاء الله وهنقل الفن في حته تانيه خالص. هي ليله بس ليله، ليله مجننني. قول للفرح لا، ادي الهم زقه. قول للفرح لا. هي غلاب والله العظيم ثلاثه كذب بتموتني، بتحكم عليا بالاعدام. ده انا عندي افتقر او مثلا اتعلق من ضوافري كده وانزل دم وما اتجوزش البت دي. دم دم يا ساتر. فكر يا فارس بس فكر، فرصه تتجوز النهارده، في فرح النهارده في الاوتيل. فرح مين؟ فرح الارسال اللي جايين النهارده. الحقني يا مستر فارس، الحقني يا مستر فارس. ما حضرتك بص يعني بخر اذبح حاجه. اقول لك على حاجه، ارفدني بجد ارفدني. اصل انا مش كل ما اجيب عريس يتجوز يقول لي مش متجوز. العربيه اللي جايه في السكه اتقلبت.
اتقلبت بمين؟ بالعسالك رح يتجوز عبد الله النهارده. لا حول ولا قوه الا بالله، استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الله اكبر. ده انت مش ناحس نفسك بس، انت ناحس كل العرسان يا متر. ما لو في حركه يحصل بركه، وكما قال الشاعر: طالما يا ابن ادم انت جالس كالبطوط سوف يفوتك المراس ويقول لك توت. عنده حق. صدق وتامن بالله انا لفيت الاوتيل كله عشان اعرف مين اللي ناحسني. صدق طلع انت. انا اطمنوا، انا سالت عليهم وعرفت ان هم في العنايه المركزه، يعني ممكن يعيشوا ويتجوزوا. الحمد لله يا ستي. بقى يعيشوا ما يعيشوش دي حاجات بتاعت ربنا، المهم في فرح نظف الاوتيل والمطربه موجوده والفرقه معاها. فرح مين؟ انت هتفضل طول عمرك مذهول كده؟ فرحك انت يا عريس. هي فين كروانه؟ انا هنا اهو يا متر غلاب. يا ساتر يا رب، يا عم ليه كده؟ استغفر الله العظيم. بص بص النبي، بص القمر مش اموره شبه جنيت بتاع فيلم عادل ومرقص بتاع الاستاذ عادل امام؟ اموره جنيت يا عم. اسمه حسن ومرقص. لا عادل ومرقص ده بتاع كروانه. الحقي بقى هتيجي فستان فرح بسرعه. احلف انا هكذب عليكي. مستر فارس انا هقول لك كلمتين. شاعر برضه؟ لا ده من عندنا. اذا اردت الميراث فاتجوز اي واحده وخلاص. طب ما تتجوزها انت يا سيدي. رايح على فين يا بطاطا؟ انا خايفه تشوي منك. دي نار الحب يا بطاطا. ايه؟ هو انت ليه بتقولي له بطاطا؟ عشان اوقعه. ده كده هيقع في حفره مش هيخرج منها. طب انا بفضل اقول لها يا بطاطا حوقت. ما بحبهاش بتتخن. بس الصراحه يا متر اموره جنيت. وهم جايين في السكه عملوا حادثه في المستشفى دلوقتي. لا يا ست كل كده مش حلو خالص. هو كل فرح هتلبسهولي حماده؟ كل فرح؟ لا كده مش حلو خالص. هو انتوا كل فرح بتجيبوا ضرافه؟ لا لا طبعا مش كل فرح. هو في فرح فلت مننا من قيمه 5 سنين. صحيح العريس جاله شد عضل الصبح بس انا ماليش. فضحتنا. الهي تتشد في كل عضلاتك يا بعيد. اسكت اسكت انت خالص. اسكت اسكت خالص. طب بقول لك ايه يا مستر، احنا هنغني مين دلوقتي؟ احنا بقول لك ايه يا مس، انتوا مش هتغنوا خالص. ليه كده يا اسطى؟ ايه القلبه دي؟ ايه القفله دي؟ هي القلبه دي بتيجي مع القفله لما حد يطفش كده كلام ويهبده في وشي ويقفلني. احنا بقى كفرقه مين هيحاسبنا؟ حضرتك يا فندم تروح المستشفى تاخدوا حسابكم، وانا دلوقتي عايز حساب حضراتكم للفندق وحساب الفرقه الكريمه. ولو قلت لي كريمه دي تبقى حد من عيلتي والله العظيم هطفش في وشك انا. اه ده في واحد عندك طالب 14 كوبايه لبن. ليه؟ طفل بينمو؟ ايه ده 14 كوبايه لبن؟ ده يطلع مين ده يا ست الكل؟ عارفاه عملتها يا بابا وضيعتنا. وديني وديني يا ابيكم كلكم. ايه دي؟ بقول لك ايه يا ابيض؟ يعني انا اصلا والله والله ما كنتش هجيب سيره طنط كريمه مامتك ابدا اطلاقا. والله ابدا ده كفايه كفايه انها جابت لنا العسل الابيض قوي اللي زيك ده. ميرسي. دي كتيره بس ميرسي. ده انت ابيض قوي. لا انا مش ابيض قوي، انا ابيض قوي فعلا. ابيض زياده عن اللزوم من جوه من جوه والله. والله عشان عارفه اكيد يعني احنا هنصعب عليك وهتحس باللي احنا فيه. ايوه وهتشوف لنا حد يحاسبنا. شو حد يحاسب لكم؟ هو واضح ان انا مش مفهوم صح؟ اقولها لكم بطريقتكم؟ مش حاسبكم تمشوا من هنا استحاله. ولو ما دفعتوش هطلبوا بليس اقول له طب تعالى حد يسيب حق الفندق. لا 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 بتهزر بتهزر. بس تختار انت اللي تدفع، تختار انت اللي تدفعي، المهم حد يدفع. مفهوم؟ امبلا لا برضو. يا عم اهدى كده وخليك فريش. احنا فريش وفرافيش، احنا نصب هنا مفيش. طول ما الفندق جوه جميل يبقى الدفعيه اما شاويش. الناس بتحلم بيا. لا ده انت شكلك فاضي بقى وقاعد قدام التلفزيون عمال تحفظ لي في اعلانات رمضان كلها. تقوم طالع تقول لي هلا هلا عسل الله. بس بس هلا هلا. افشي
انا هطلب بوليس. ايه ده؟ هو ليه فجأة كده طلع فاصل؟ فاصل ايه ده؟ مشحون على الاخر. طب بالراحة. طيب الله، في ايه يا سعيد؟ انت مسيبني شغلي واكل عيشي وجايبني عند المراجيح وانا عيل صغير. شغل واكل عيشي، هو في حد هنا في الاوتيل؟ عايز ايه طيب؟ عايزك في مصلحة. عايز فلوس؟ هو انت ليه تاكل؟ وانا لو عايز فلوس هطلب منك انت عدوي. ايه ده؟ احترم نفسك. طب عايز ايه؟ أنا جاي ارسم لك مستقبلك. ترسم لي مستقبلي؟ شكرا يا سيدي، مش عايز ارسم حاجة، شكرا. عدوي. ايه؟ انا جايب لك عروسة. طب انت وطي صوتك ليه؟ عشان محدش يسمعنا. هو في حد غيرنا؟ شفت؟ اديك قلت هو في حد غيرنا. شفت بقى عدوي؟ فوق بقى كده لنفسك عدوي. عروسة؟ اه. لا يا سيدي شكرا، مش عايز عروسة انا. مش لما تعرف بس هي مين الأول؟ إيه ده، أنا عارفها؟ اه. هي معروفة؟ جدا. إيه ده، مشهورة ولا إيه؟ معلش يا عدوي أنا آسف، يعني هتفرق معاك إذا كانت مشهورة ولا لأ؟ مين يعني العروسة دي؟ مين؟ كروانة. كروانة؟ اه. كروانة اللي بتشتغل معانا هنا. ليه كده؟ حرام عليك. يا أخي ده أنا أحلى منها. يا عدوي البنت غلبانة ومنكسرة، وأنت كمان غلبان ومنكسر، وصدقني هتلاقوا على بعض. طب يا ابني احنا ليه نجيب الغلابه والناس تقعد تظلم فيهم وتيجي عليهم؟ حرام عليك. ناس واحده كده تبقى قويه ومفتريه وتبقى ظهر ليا. حلوه دي، تصدق؟ اه، قويه ومفتريه وتبقى ظهر ليا. طب هقول لك بقى على السر اللي كنت مخبيه عنك. سر؟ سر ايه؟ البت دي غنيه. غنيه؟ وقويه ومفتريه. طب وازاي يعني غنيه وشغاله هاوس كيبنج؟ يعني هي بتغزي العين. بص، هي لو صعبان عليك قوي كده اتجوزها انت. لا انا كنت عايزها عشان مصلحتك انت يا عدوي. يا سيدي شكرا، مش عايزين حاجه منك. شكرا. براحتك، انا غلطان اني جيت لك. انا هروح ادور لها على عريس غيرك. يلا روح، انت ما تستاهلش. خلاص يا سيدي شكرا، انا هتمرجح شويه وبعد كده اروح اشوف شغل. ما تتعبش نفسك يا غلاب، شوف لي عروسه غير قروانه بتاعتك دي. يا عم قروانه ايه؟ اسمها كروانه. يا سلام، قال يعني لما تنطق اسمها صح هتجوزها. عشان معذور ما شفتهاش بعد التعديل. يا عم متر غلاب، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لي انك هنا. مش قلت لك اللي يصبر ينور؟ أوه. يا ساتر، انت لبستها لي فستان فرح؟ ها، عايز تحطني قدام الامر الواقع؟ لا والله، انا عايزك تشوفها بس في تركيبه مختلفه. اه، هي فعلا تركيبه دواء، شبه برشام الفحم. ايه متر، هو مش شايف الصرف ولا ايه؟ صرف صحي. اخص عنيك يا بطوطة. استاذ غلاب، خد المدام وتفضل. مدام ايه؟ دي انسه بذمتك دي شكل واحد اخر الدنيا. اه صح، دي اخره مش دنيا. عشان كده عايزك تعمل لاخرتك يا فارس. عمرك يا غلاب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ايه ده يا فارس؟ بتحاسبني عليا بعد كل اللي عملته عشانك؟ طب والله العظيم لازمها هنا معاك وقفت عليك الباب بس. لا 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 غلاب ما تهزرش. لا 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 يا فروستي، لا لا يا فين فيني حياتي؟ رايح فين شهر العسل لسه طويل؟ موناي يا حبيبي تحب هواك يا غلاب. موناي ولا غيرك يعرف ايه جواك. اوعى يا بنت، اوعى يا بنت. لا سيبي البنطلون يا بنت. يا فروسه بقى، يا الله يا غلاب. يعني يديك يا متر ندفع الفواتير دي كلها بعد ما الفرح اتلغى؟ ده كده يبقى موت وخراب ديار، ده كده مش حلو خالص. اسكت انت يا حماده. حلو خالص يا جماعه، مش انتوا طلبتوا الطلبات دي؟ يبقى انتوا تدفعوا الفواتير بتاعتها. ما احنا ما كناش نعرف ان العريس هيعملوا حادثه. هي عندها حق يا حماده، انتوا فعلا ما لكمش ذنب في موضوع الحادثه ده. يعني خلاص هتعفينا من دفع الفواتير؟ عن نفسي انا ما اقدرش. نعم يا اسطى، امال عمال تحرق في بنزين من الصبح لما عملت لي نوش في دماغي عشان في الاخر تقول لي انا عن نفسي ما اقدرش خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده حماده؟ ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ اتفاجئت زيك. اسكت انت يا حماده. حلو خالص. لا مش حلو خالص، انا طلب لكم الامن. الامن فين؟ فين الامن؟ لا 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 لا، امن ايه بس؟ ده انا كنت بهزر معاك. كنا بنهزر. ايه الولد ده؟ سيبك منه. بص، احنا معناش فلوس خالص، يا دوبك اللي فاضل لنا من العربون يكفينا ندفع أجرة الميكروباص لحد عين شمس. صدقوا يا جماعة، أنتوا قطعتوا قلبي والله العظيم. سلامة قلبك يا قلبي. طب بص بقى يا مطورة، أنا مستعدة أقعد أغني لكم هنا في الفندق وزيع للصبح لحد ما نخلص الفلوس اللي علينا. هتغنوا لمين يا حسرة؟ هو في زباين في الأوتيل يا حمادة؟ لا والله ما شايف حد خالص. بس أنت ليه يا أستاذ، ليه كده؟ ليه مصمم إن أنت تقفلها في وشنا زي الدومنة؟ ده كده مش حلو خالص. اسكت أنت يا حمادة. حلو خالص. اسكت يا حمادة. أنا عندي حل لمشكلتكم، بس لازم حمادة يمشي. فهمتك يا شقي. حمادة. قلب حمادة. روح اشتري لي صمغ عربي عشان ألزق بيه ضوافري. ما احنا عندنا الكل يا ست الكل. حمادة. قلب حمادة مش حلو خالص. قول لي بقى بسرعة، إيه الحاجة اللي أنت كنت عايز تقولها لي ومش عاوز الواد حمادة يسمعها؟ بص يا ست نوسة،
الحل اللي انا هقوله لك ما ينفعش حماده يسمعه. ليه؟ هو حل سري؟ سري وسحري في نفس الوقت. طب الحقني بيه بسرعه. بص يا فندم، انا بصراحه كده انا جايب لك عريس. يا فروس اصحى بقى يا فروس. الله يا خرابي، هو في بطاطا حلوه نايمه كده؟ ما تصحى بقى يا فارس، اصحى يا فروسه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه شفت شيطان ولا ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ انا يا اخويا كسرت عليك الباب ده، الاوتيل كله صح الا انت. رحت فتحت بالمستر كارت بتاعي وانا قليله في الاوتيل ولا ايه؟ ده انا الهاوس كيبنج، فتحت بالمستر كارت. مستر كارت؟ انت عايزه ايه؟ انا قلت يعني يمكن محتاج حاجه، مناديل، فوط، ورقه تواليت، مساج، حاجات من الحلوه دي. لا لا بعدين بقى، مش عايز حاجه. طب مش عايزني انضف لك الاوضه؟ مش خارج دلوقتي. دي حلاوتها بقى نظفها وانت نايم فيها. امال ايه؟ هو انت ما شفتيش الساين بتاعت عدم الازعاج؟ ساين؟ هو في حاجه جايبانها ورا ولا الساين؟ بقول لك ايه؟ خد بس اقول لك على حاجه. لا 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 فارس، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا تيجيكوا عندي الستر، انا مش هجيب سيره. اخس اخس، واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. بالعكس، تعالى تعالى، ده انت اول مره تيجي صح. قومي تعالى قومي. بقول لك ايه يا متر غلاب، مش عايزني انضف الاوضه. خلاص يا كروانه، اتكل على الله دلوقتي وهنتصرف عليه. اتفضلي اتفضلي. هو ايه اللي خلاص؟ مش انت قلت لي روحي الفروسه الاوضه عشان لو كده ايه؟ اتكل على الله، انا هظبطه لك وتجيبولي الحاجات عندك. يلا بابا يلا. وليه تظبطه لي وتجيبولي لحد عندي؟ ما انا هو 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 ولا يا فروسه يا بنت غوري في داهيه. يلا يا كروانه امشي. هو ايه اللي كله مجانين ده؟ انتوا تعبتني والله. اوعى كده. انت بقى اللي قايلها تجي لي الاوضه. سيبك من التفاصيل اللي هتعبك دي وركز معايا في الاهم. اهم؟ اهم ايه؟ خير؟ جايب لك عروسه، بس اهم حاجه ما تقولهاش انك هتتجوزها عشان خاطر الميراث، مفهوم؟ وايه الجديد في كده؟ تبقى من نوع الطماع. هو في نوع تاني يا فارس. مين؟ نوسه. ايه؟ نوسه؟ يخرب بيت عقلك. لا لا بس اسمع بس، امان عليك يا فارس، ما ترفضها غير لما تقابلها الاول. مش احسن ما تمضي وصل الامانه بتاع البهايم ده وياخد من فلوسك 10% زياده؟ ودي بقى قابلها ازاي وامتى؟ عيب عليك، دي تفوتني، ده انا غلاب عبد الوهاب. يلا قوم البس. ايه ما قمتش ليه؟ البس، انت لسه ما لبستش، البس يا عم. البس البس، ما انا لبست خلاص. المحامي قال لي انك من ساعه ما شفتني مش قادر تمسك نفسك وهتموت عشان خاطر تتجوزني، وده شيء انا كنت متوقعه. هو قال لك كده؟ وقال لي كمان انك كنت مضرب عن الجواز لحد ما شفتني، وده شيء انا كنت متوقعه. تقريبا. وقال لي ان لو وافقت على الجوازه هتنفذ لي كل طلباتي، وده وطبعا كل ده كنت متوقعه. بالظبط، بس بقول لك ايه، اهم حاجه عندي ما تمنعنيش من الغنى. ما انت مش هتحتاجي تغني بعد كده، بعد الجواز هيبقى معاكي فلوس قد كده. لا طبعا، ده انا جمهوري يقطع شرايينه عليا. انت عايز البت ساره المطرويه تاخد مكاني في الشارع؟ لا 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 لا، على ايه؟ صح، مكانك في الشارع محفوظ. وحاجه كمان، تعمل لي فرح كبير وانا لوحدي اللي اغني فيه. بذمتك كده في عروسه بتحيي ليله فرحها؟ انا، وهخليك تغني معايا. انا؟ وهتغني تقولي ايه بقى ان شاء الله؟ السود عيونه. وانا اقول ايه؟ يا ولا يا ولا. يا ولا. طيب طيب ماشي. وهتصرف على الكليبات بتاعتي. حاضر يا ستي، حاضر حاضر حاضر، هعمل كل ده، بس يلا بقى نتجوز على طول كده. ومش على طول ليه؟ مش غلاب فاهمك ان انا مستعجل؟ انا ابتديت اقلق، اوعى هيكون فيك حاجة ومش عايز تقولي وعايز تدبسني في الجوازة ولا ايه؟ يا بنتي مفيش حاجة، هيكون في ايه يعني؟ أنا جاهز من مجاميعه. وأنا مش جاهزة، أنا عايزة فترة خطوبة عشان نتعرف على بعض. ماشي، ما الخطوبة بقولك ايه؟ بعد الجواز بقى نتعرف على بعض وهيبقى أحلى بكتير. خلاص موافقة، بكرة. لسه هستنى لبكرة. خلاص يا ستي بكرة، بس ما تجيش بكرة بقى تقولي بعد بكرة. بعد اذنك بقى عروسه. اتفضل يا ابيض. الله 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 الله، تحفه حلوه خالص. هو ايه ده اللي حلو؟ انت ما تنشف يالا. ايه ده وكمان حمش؟ ده يجنن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله يبارك لك فيه. هيبارك لي فيه ازاي بعينك المقوره دي؟ نقطنا بسكتك واتكتم. انا اصلا الفار بيلعب في عبي من الولد اللي هيتجوز على روحه الابيض ده. خير يا سعيد؟ سعيد
صاحب مين؟ انا زهدي. خير يا زهدي. فارس قنديل شكله هيتجوز النهارده. قول والله؟ والله. الف مبروك. عزمك؟ لا مش فاكر. انا ما عزمنيش. كده مش محتاج ان هو يمضي وصل امانه. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بفكر ازرع. تزرع ايه؟ الشويه دول. تزرع في دي؟ بس احنا كده هنحتاج ميه كتير عشان دي مالحه. يا نهار اسود، ايه دي راسك؟ ما انت فاكرها ايه؟ انا افتكرتها خشبه من بتاعه المرجيحه. على العموم انزل انت من هنا وانا هنزل من هنا. عشان ما نتكشفش. حويط قوي. انا حويط وانت حويط واهبل. بس حماده عايز ايه؟ عايز ايه؟ ابعد عني خالص من فضلك. يا استاذ حماده بقول لك ايه، ما تتكلمش معايا خالص. يا فندم يا فندم يا فندم، انا بعتذر بس يا فندم، انا جاي عشان خاطر اعتذر. لا بقول لك ايه، انت في ايه تعتذر؟ ده ايه هي تكيه خلاص كده؟ كده مش حلو خالص. انت تفضحني في شارع وتيجي تصالحني في حاره، ده اسمه كلام؟ ده مش حلو خالص يا فندم. ما تكبرش الموضوع، انا فضحت حضرتك عند البسين وبصالحك في الكوريدور. يا سيدي ما ينفعش، انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني يا فندم بصراحه انا نيتي خير. خير ازاي يعني؟ عايز انضم. لا ده يا عم، تنضم من انهي ناحيه يعني؟ انضم للفرقه يا فندم، اغني، اصلا بحب اغني مهرجانات جدا. كلها بقت تغني. مش انت اخويا قلت ماليش في المهرجانات وعملت لي فيها بوب مارلي؟ يا فندم ده عشان انا واقف في الريسبشن، انما انا كادهم بوب من غير مارلي. وعلى فكره انا في رقص المهرجانات تافه تافه. بص تافه والله. لا تصدق شكلك تافه تافه بجد. والغنى بقى حسن. طب يلا اختبرني يا فندم. احنا هنعمل تستاهل. يلا اختبرني. قول لي حاجه كده في السريع. هضحك بس يعني فاجئتني يعني. انا ممكن اغني للاستاذ عمر. عمر مين؟ استاذ عمر كمان. صاحبي لسه مكلمني. انا بحبه جدا يا فندم. وانا كمان. قول. وركبت الاكس 5 وركبت. لا بص 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 عشان نبتدي بس، انت بادي غلط. اكس 6 مش اكس 5. انا بحب ال 5 اصل زروت سبورت تحفه. يا حبيبي مش باللي تحبه، باللي بيتقال في الاستوديو. يا فندم خلاص هغني واحده ثانيه. هغني واحده ثانيه. حاضر فندم. قول يلا بقى. جاسمن انتي بسكوتايه متسقيه في شايه. انتي بس شويه. بقول لك ايه، يا مش فتيايه، هي اسمها بسكوتايه مقرمش. هي في الشاي بتبقى عسل يا ابني. عسل ايه؟ ما تقول اللي بيتقال في الاغنيه. خلاص يا فندم انا هقول زي ما بيقول الكتاب. قول. هوبا رجاله ليكو نعلم تاني فيكو. هوبا رجاله ليكو نعلم تاني فيكو. اختاتي اختاتي اختاتي. يا ابني انت ضيعنا، هتضيعنا معاك اسمها اخواتي. يا فندم ما احنا ست اخوات بنات، انا ولد الوحيد. لا ده انت ضايع. ضايع فندم بس موهوب. لا انت مش موهوب، انت موهوم. الله الله يا فندم، يعني انا مش موهوب، انا موهوم. يا حبيب قلبي دي شتيمه، دي مش فوق دي تحت. تحت؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هغني؟ لا مش هتغني. يعني انا مش هاجي معاك فرقه؟ ولا تيجي معايا الاتوبيس حتى. اوكي جاست ا سكند. سوري سير، ذيس از ا بيل يو نيد تو باي. يعني ايه مش فاهم؟ يعني حضرتك تدفع الفاتوره دي حالا يا فندم، بدل ما اطلب ابلغ البوليس. طالع بمنظرين ولا ايه؟ على فكره انت طبقتك حلوه بجد والله. تقول بس عايزه شويه تريننج. لا لا في التريننج عجبك جدا يا فندم. لا مش التريننج اللي التريننج يعني تمرين. 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 لا التمرينات. بص يا فندم هبهرك. انا هبهرك. بص انا هنزل القاهره وهسيب لك تليفوني. حضرتك هتديني منتك؟ هديك تليفوني ولو لقيتني مقفول ما عنديش مشكله. اعمل ايه يا فندم؟ تابع تاني، ما هي البدايات بتبقى صعبه. ايوه يا فندم لازم ابقى مسابر وافضل اعرفك لغايه لما ارضى. انا هعرفك يا فندم حبيبي والله، لا اعرفك بس بجد جامد. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. خلاص كده موضوع ال... لا انا هدفعها بقى خلاص بقى يا فندم. يا ربنا يخليك تدفع. ايه يا ريس؟ لا انا ما عنديش نظر بس هعرفك. حبيبي حبيبي ربنا يخليك. عرفني بقى. هعرفك يا فندم. سيبك نورتني والله. الله سيبك. حقالي حلو والله. واجري ليه؟ اكيد عنده فرح. لا مش فاكر والله، ما فاكر. ايه ده؟ فاكر. يا استاذ، انت استاذ ايه؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ كنت بحلم. خير اللهم اجعله خير. خير؟ لا مش فاكر. يا استاذ ايه البلاوي دي؟ انت استاذ؟ اخ اخ ده باين عليه مسموم. هكلم الامن بقى.
تعالى هنا. ايه ايه في ايه؟ انت جوه بتعمل ايه؟ بجيب ميه. انت كل مره تقول لي مفيش ميه مفيش ميه وتستهبل وتدخل؟ اعمل ايه؟ ما الغرفه عندي مقطوع عندها الميه، وانت غرفتك بسم الله ما شاء الله سخن وبارد يا ما شاء الله، انت صاحب المنتاح. وايه اللي معاك دي؟ ده كوز عشان اجيب فيه الميه. ما تعرفش فين طريق البسين عشان عايز اجيب ميه اعمل كوبايه شاي؟ دماغي خرمان قوي. بقول لك يا زهدي بلاش هبل، سيب البتاع ده. لا سيبه. لا يا عم سيب. انا بقول لك سيب انت. الله في ايه انت هتاخدني بدوكه؟ الله ما تدفع اللي عليك يا اخي. تدفع اللي عليا؟ بقول لك يا زهدي انا زهقت منك، داخل طالع الاوضه وعمال تلف ورايا. احجز عليا. لا ما تهونش عليا. لا احجز عليا. لا ما تهونش عليا. لا احجز عليا. لا ما تهونش عليا. انا كنت جايب لك مصلحه عشان احنا بقينا عشره. مصلحه ايه؟ شيك شيك بسبعة ارقام تدفع الضرائب وتاخد الميراث. بتاع الحاج هايم. بتاع البهايم. العشرة في المية. ما تنساش العشرة في المية. شكرا فكرتني. نام انت. والله العظيم فكرة حلوة، على الأقل ما البس واحدة زي كروانة دي. بس العشرة في المية قبل الميراث يا عم. خلاص انا بقول لك اهو، العشرة في المية قبل الميراث. خلاص احجز عليا. لا ما تهونش عليا. بقول لك يا زهدي افتكرت حاجة كده. ايه؟ تعاملي مع قمر. لا فارس فارس الله في ايه؟ مالكش دعوه بقمر. اصل انا دخلت كده انتوا قاعدين بالليل مع بعض. بس معاه. لا فارس احنا اصحاب. بس حياتي خط احمر. اتفضل الكوز بتاعك اهو وخدش اوضتك. يلا مع السلامه. مع السلامه يا اكل. ايه اللي قمر؟ بقول لك خط احمر. يلا بقول لك ايه؟ ايه؟ احجز عليا. لا ما تهونش عليا. انت يابا يلا يا عم اصحى. ما انا لو قلت له سمعه مش هيجاوب عليا عشان زمانه نسي اسمه. العشرة في المية. في مدارس حبيب قلبي ميعاد المدرسه جه شويه والباص هيرن. ومتشطف. يلا كده والبس هدومك. انت شنطتك فين؟ لا مش عارف. طب يا حبيبي نام انت وانا هدور عليه. ما انا جبته لنفسي. بسرعه حضرتك قولي لي عايزه مين بالظبط. انا عايزه ده. كله ولا ده؟ لا هو ده. كله ولا ده؟ انا عايزه من ده يا حزنبل. انا عايزه من ده. سمعت المرضى بكشف فيها في ثانيه واحده. دي بكيش عبيها خالص. ايه ده؟ طب بتعيطي ليه بس؟ في ايه بقى؟ هي الدنيا كده. لا 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 بقى هم الناس كده. لا 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 يا خسارة فرحتي. يا خسارة دمعتي. يا أمه يا مين ياخدني تاني يرجعني لغرفتي. جيتي للشخص الصح. يلا اتفضلي اطلعي بره. تعرف الساعة كام؟ سيبني شوية يا عم حزنبل. يلا احكي لحكاية البلبل. اليوم خلص. لا والنبي يا عم حزنبل. يلا احكي لحكاية البلبل. الساعة 2 اليوم خلص. طب انا هقولها قبل كريمة. قبل كريمة وحزنبل. حضرتك ده فيلم ايه بالظبط؟ حضرتك اتفضلي بقى اطلعي بره بدل ما اطلب لك الامن. ممكن؟ انت نوتي. نوتي ايه؟ نوتي ايه؟ انك شغاله هنا ولا انت ايه بالظبط؟ ولا انت جيست؟ مش معقول. اعرف على الفندق كله. ده فندق كله مجانين وحالات نفسيه وتركيبات معقده. مش معقوله يعني اللي بتعملوه فيا. يا رب اعرف انام لي ساعتين. نصبتي
ما عاد قتلني بس. صباح الفل. صباح الفل على ستك. ايه ده قلب مدى لسه ما لبس؟ احنا عايزين نلحق الفطار قبل ما يخلص وكده مش هيبقى حلو خالص. بقول لك ايه يا حماده؟ قلب حماده، هو احنا بعد ما كنا قاعدين في الكافيه امبارح رحنا في حته؟ حته زي ايه يعني؟ مش عارفه يا اخي، ما انا بسالك. لا انا كل اللي اعرفه ان كل واحد فينا راح على اوضته وخلص الكلام على كده. مش كده برضو؟ الا بقى اذا كنت خرجتي بعدها. لا انا ما خرجتش في حاجه، انا جيت على اوضتي. خلاص يبقى ما خرجتيش، الا اذا كنت خرجتي بعدها. اصلا انا صحيت من النوم لقيت السماعه دي في حضني. نهار اسود، ده ايه ده؟ دي سماعه الدكتور. امال سماعه الدش؟ طب خلاص ممكن يكون كان في دكتور قبل منك في الاوضه ونسي السماعه. تصدق صح؟ هو اكيد كده. ما هي بقى هتجيلي هنا منين؟ اكيد بدكتور نسيها. خلاص بالظبط، بس انت لازم بقى تسلميها للفندق عشان تخلي مسؤوليتك، عشان تبقي فعلا حلو خالص. ماشي خلاص، اخفى انت من قدامي دلوقتي لحد ما اشوف هتصرف ازاي. بس بقول لك ايه، على الله تجيب سيره لحد. عيب يا ست الكل، انت عمرك قلتي لي على سر رونا ما قلتوش للناس. طيب شفتي بقى، الا اذا كنتي خرجتي بعدها. انا بقول ما خرجتش ولا اتنقلت في حته. يلا سبقني على المطعم. طب يلا عشان نلحق الفطار، لو خلص مش هيبقى حلو خالص. لا انت اللي كده مش حلو خالص، وعلى الله تخلص الفطار. حكي، انا عارفاك هفاك. خلاص هروح حمامه، ولا اقول لك بالنسبه لنا يا ماما. لا كده مش حلو خالص، تكوني خرجتي بعديها. لا 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 خير يا دكتور. ادهم، السماعه بتاعتي لاقي؟ بتاعت سماعه امجد؟ امجد صحي نوم، السماعه جنبه مش لاقي. لا ما انا مش واقف مع كريم ابن اختي. يعني ايه يا دكتور سماعتك تضيع؟ دكتور من غير سماعه يعني عسكري من غير طبنجه، يعني الاتي من غير كمانجه، يعني طبيب من غير سرنجه، يعني ريسبشنست من غير حنكه. لا 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 بهزر حضرتك، انا محنك جدا. انت شخص غير محنك. لا انا محنك جدا جدا. ادهم انت ما عندكش حنكه. لا انا عندي حنكه. لا ما عندكش حنكه. انا مش فاهم يعني ايه حنكه دي اساسا يعني. لو عندك حنكه ما تتكلمش معايا بالاسلوب ده، لان انا جاي لك عشان تساعدني مش عشان تقطمني يا اخي. سوري يا فندم، حضرتك عندك حق. انا ثانيه واحده هسالك على السماعه الطبيه في اللاست اند فاوند. لا يا سيدي استنى، انا ما سافرتش بالسماعه خارج البلاد. خارج البلاد يعني ايه؟ ما سافرتش بيها بره مصر. بره مصر فين؟ في اللاست اند فاوند. ايه؟ في اللوستا فلاوس. لوستا فلاوس؟ اه. ولا اللي بلا حنكه اسمه خالص يا دكتور، اسمه خالص. لوستا فاوند يعني مكتب ان وجد. سيبنا اتصل بيهم. الو؟ اديني الشيف في المطبخ. لا يا ادهم انا مش جعان دلوقتي، انا عايز السماعه دلوقتي. يا دكتور احنا عندنا مكتب ان وجد فيه مشكله، فلما حاجه بتضيع وبيلاقوها بيحطوها في الثلاجه عشان ما تضيعش. طب كويس، السماعه تبقى في مكان محفوظ. بقى مصيبه كبيره قوي لو نوسه اخدت من عندي السماعه امبارح بالليل من غير ما اخد بالي. يبقى امجد فضح في دي حاجه لاجل. امجد فضح في دي حاجه لاجل. يا ريتني ما ضعفت وفتحت لها الباب. لا يا دكتور لو سمحت سيبني بقى اركز مع الراجل. الله. ايه يا شيف، جرب بس عن سماعه ابيض اللون دكتور امجد الهويه، ان وجدت برجاء رساله على مكتب حمام السباحه في الريسبشن. ايه دكتور؟ ايه؟ ما فيش سماعة دكتور، في سماعة موبايل، تحب تشوفها؟ لو بلوتوث يبعتها. لو بلوتوث يبعتها. ادهم. نعم. احترم نفسك بقى. ليه؟ في ايه يا اخي؟ ايه يا دكتور؟ هتكشف على الناس بسماعة موبايل؟ يا دكتور هو انت اساسا بتعرف تكشف على حد بسماعة عادية؟ ما تخليش اتكلم يا دكتور. معلش. نعم. بعيدا عن الحدة اللي احنا فيها دلوقتي بخصوص السماعات. اتفضل. معلش. ان وجد ده شخص شغال معانا جديد في الفندق؟ حضرتك دكتور مش هينفع اغلط يعني، اتفضل بجد، اتفضل اتكل. ما تلعبش حاجه لو سمحت، ما تلعبش فيه لو سمحت. طب والله لما الاقي السماعه بتاعتك هبوظها لك. اها بس انت كمان. يا اهلا وسهلا. احنا النهارده في عيد. ايه ده؟ احنا النهارده في قسم العظام يا فندم. سناء دول لسه ما شالوش يافطه فرحنا يا سناء. مش بقول لك يا سناء، انا لسه متفائل. صباح الفل عليكم، اجيب لكم كرسي متحرك ولا نقاله؟ ليه يا اخويا شايفنا مكسحين؟ لا سمح الله، بالراحه شويه لا تتفكي 100 حته، انت واقفه سايبه عيني خالص. لا حاسب عندك احنا جامدين قوي. لا ده انتوا جيتوا في المكان الغلط، المستشفى اخر الشارع، هنا الاوتيل. يا سلام يا اخويا، ما احنا عارفين ان هنا الاوتيل، احنا اتكسرنا مش اتعمينا. احنا العرسان اللي كان فرحهم امبارح. سبحان الله، انتوا لسه عايشين؟ امال يعني متنا وعفاريتنا جم مكاننا؟ عمرك شفت عفريت مكسور؟ ولا سليم.
ألف مبروك، تعالوا تعالوا اتفضلوا معانا. ألف سلام عليكم. ألف لا بأس. على مالك؟ العصعوص بتاعي وجعني قوي. ألف مبروك يا فارس. إيه؟ نص وافقت على الجواز؟ لا لسه، بس العرسان بتوع امبارح وصلوا وعايزين يتجوزوا الليلة دي. ودي حاجة حلوة يعني؟ اه طبعا، فرصة نجوزك انت ونوسة في الفرح بتاعهم. مش انت لسه بتقول انها ما وافقتش على الجواز؟ يا سيدي هتوافق، هي بس تدلع دلع مرق وخلاص. طب بقول لك ايه؟ ما بلاها نوسة وتعالى نشوف أي عروسة حلوة من المعازيم. حظك وحش يا فارس. الفرح ده ارديحي، ما فيهوش ولا حد من المعازيم. ازاي يعني؟ أهل العريس وأهل العروسة كانوا راكبين معاهم الأتوبيس اللي اتقلب. نصهم الله يرحمهم ونصهم في العناية المركزة. يعني ما فيش غير عروسة وعريس هما اللي طلعوا سلام؟ لا، وراسهم وألف جهاز ما يتجوزوا الليلة دي. ده ايه قلة الأصل دي؟ نعمل ايه يا سيدي؟ عرسان آخر زمن. لا لا لا، أنا متشائم من الفرح ده. لا، أنا عايزك تتفائل وتجري تقابل نوسة، تتفق معاها على كل التفاصيل. طب ونستعجل ليه يا غلاب؟ ما جايز حد من المعازيم يعيش، ننقي بقى عروسة حلوة كده جميلة طالعة من العناية المركزة. آه قلبي، والله العظيم انت اللي هتدخلني عليها مركزه. خلاص يا عم، عدوي هات عربيه اسعاف بسرعه. خلاص 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 يا عم، خلاص ماشي اتجوزها. خلاص يا عدوي، ما تجيبش عربيه اسعاف. الف مبروك يا فارس. مش هتبطل بقى الحركات دي يا حسام؟ انت لسه تعبان؟ على فكره صاحبي، انت فعلا مخك تعبان، تعبان وفاضي. خد دي هترتاح. اتفضل. هترتاح صدقني. مساء الخير، حضرتك دكتور امجد؟ نعم يا اختي. ايه اصلا انا سالت في الفندق قالوا لي ان مفيش دكتور غير حضرتك. مفيش غير غيري. مش ضايع منك حاجه؟ ضايع مني جزء من كرامتي. لا كرامتك ايه، انا اقصد دي. ها سمعتي، كانت ضايعه مني. بقولك يا نوسه، ارجوكي ارجوكي ما تجيبيش سيره لحد ان هي كانت معاكي. معايا انا. طب معلش بس سؤال، هي السماعه دي جت في الاوضه عندي ازاي؟ شايه شايه وبتحبي الضحك، بتهزري؟ اكيد خدتيها معاكي امبارح وانتي ماشيه من عندي بالليل. يا نهار اسود، بالليل ايه؟ انا كنت عندك هنا بالليل؟ لا لا ما تهزريش بقى، جرايه سندريلا صغيره على الحب وحزنبل والحاجات اللي بتحبيها دي. انا اسمي نوسه الشمسويه. سندريلا مين؟ شو اسمها؟ شوليه؟ ايوه نوسه، نوسه الشمسويه. نوسه الشمسويه. هوبا، يا عليك يا فنانين، تضربوا حاجات ابيض هنا في الشعر وبتروحوا في شخصيات غريبه غريبه جدا. نوسة أرجوك اكتشفيني على فكرة، أنا ممكن أساهم معاكي في التمثيل ده. بصي قوليلي أنت عايزة تتجسدي في إيه؟ في شخصية مين؟ وأنا همثل معاكي يا رجالة، قوليلي أكشن. دكتور أنا بتكلم بجد، والله أنا مش فاهمة حاجة ولا فاكرة أي حاجة من اللي أنت بتقولها دي. بجد؟ بجد والله، ده كده مصيبة. لا تعالي تعالي اقعدي بقى. اشف عليا يا دكتور، يا رب استر يا رب استر. ها مرتاحة؟ يا حسام انت لسه تعبان؟ على فكرة صاحبي، انت فعلا مخك تعبان، تعبان وفاضي. خد دي هترتاح. اتفضل. هترتاح صدقني. مساء الخير، حضرتك دكتور امجد؟ نعم يا اختي. ايه اصلا انا سالت في الفندق قالوا لي ان مفيش دكتور غير حضرتك. مفيش غير غيري. مش ضايع منك حاجه؟ ضايع مني جزء من كرامتي. لا كرامتك ايه، انا اقصد دي. سمعتي، كانت ضايعه مني. بقولك يا نوسة، أرجوكي أرجوكي ما تجيبيش سيرة لحد إن هي كانت معاكي. معايا أنا. طب معلش بس سؤال، هي السماعة دي جت في الأوضة عندي إزاي؟ شاية شاية وبتحبي الضحك، بتهزري؟ أكيد خدتيها معاكي إمبارح وأنتي ماشية من عندي بالليل. يا نهار أسود، بالليل إيه؟
انا كنت عندك هنا بالليل. لا لا ما تهزريش بقى، جرايه سندريلا صغيره على الحب وحزنبل والحاجات اللي بتحبيها دي. انا اسمي نوسه الشمسويه. سندريلا مين؟ شو سما سويه؟ ايوه نوسه، نوسه الشمسويه. نوسه الشمسويه. هوبا يا عليكم يا فنانين، تضربوا حاجات ابيض هنا في الشعر وتروحوا في شخصيات غريبه غريبه جدا. نوسه ارجوك اكتشفيلي على فكره، انا ممكن اساهم معاكي في التمثيل ده. بصي قوليلي انت عايزه تتجسدي في ايه، في شخصيه مين، وانا همثل معاكي يا رجاله. قوليلي اكشن. دكتور انا بتكلم بجد والله، انا مش فاهمه حاجه ولا فاكره اي حاجه من اللي انت بتقولها دي. بجد بجد والله ده كده مصيبه. ابو الافراس. ابو الافراس جديد على فكره. طبعا مع نوسه كل حاجه جديده. لسه عايز تتجوزني يا فروسه؟ لا طبعا. امال ايه الا لو انت عندك مانع. لا ما عنديش طبعا. طب انت مش خايف يعني الناس تقول عليك انك اتجوزت واحده بتاعت مهرجانات؟ خايف ايه؟ لا اخاف من ايه، المهرجانات دي زي الفل زي الفل. ايوه كده، وبعدين احنا اصلا اللي واكلين السوق. طب بقول لك ايه يا فروسه، انت عارف ان انا عندي فرح النهارده؟ يا شيخه طبعا عارف، ما هو فرح انا كمان جرايه نوسه، ما ده فرحنا. طب انا لازم اغني في الفرح. بتغني يا ستي براحتك، يا سلام غني. طب بقول لك ايه يا فروسه، تسمع عن النبطشي اللي هو زي فيلم الفرح ماجد الكدواني؟ على الساس فرح فرحنا، فرح الفرح فرحنا، فراشة العتمة صاحبها علي العتمة ومحمد لإنارة الأفراح ولا اللي مرح على الساس. هو ده، تعرف بقى تقول زيه؟ لا. طب خلاص ما كنتش حافظ غير دي بس. خلاص مش مشكلة، نشوف حاجة تانية. طب تعرف تركي على الركة؟ ايه يعني مش فاهم حاجة. صعبة أنا عارفة دي، بعيدة عليك بعيدة. طيب عمرك دقيت على طبلة؟ لا بس زمان اما كنت بقى كده، كنت حلو كده في المدرسة، كنت بضرب على الترومبيتة، كنت انا الوحيد اللي بمشي طابور المدرسة ويستنوني، ولو غبت الطابور ده ما يمشيش. عفوا تعمل بر 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 بوم بر 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 بوم بر بوم بر بوم بوم بر بر بوم بر بوم بر بوم كده. هو ده، طالما قلت بر 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 بوم يبقى انت اللي هتطبل يا منعي. هطبل؟ قصدك هطبل معاكي في الفرقة؟ مش انا هبقى مراتك، يبقى لازم تقف جنبي. ما انا كده مش هقف جنبك، انا هقف وراكي. فروسه ارجوك انت لازم تساعدني، انا نص فرقتي هربانه مني ومش عارفه اعمل ايه. ستي وانا مالي، ما يهربوا الناس هتقول ايه؟ عشان خاطر يا فروسه انا مزنوقه في طبال. لا 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 ما ينفعش الناس هتقول عليا ايه؟ هيقولوا جوزها وبيطبل لها. هو فعلا كل واحد لازم يطبل لمراته، بس مش كده يعني. لا لا يعني لا. ايه وقفته ليه من ايقاع الزفت اللي انت عامله؟ انت ايقاعك مش مظبوط، مش حلو خالص. اسكت انت يا حماده اسكت. ما قلت لك يا نوسه انا ماليش في الطبله خالص. وانا هفضل وراك يا روح قلبي نوسه لحد ما تتعلمها، عشان لما فرده السياحه تنام فرده الطبله تصحى. فرده وانا هلبس جزمه؟ لا 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 انا الفرده دي واسعه عليا قوي. ايه يا ست الكل ده كلام فاضي ده، ان احنا نخليه يطبل؟ الفن ما فيهوش مجاملات، ما فيهوش بتاع ده كده، بنبوظ الوسط ونبوظ الدنيا كلها. لا في مجاملات يا حيلتها، مش عايزه هبد كتير، ده هيبقى جوز الست، يعني هو اللي هيطبل ورا الست. يا استاذ حماده، قلب حماده طالما انت جوز الست. يخرب بيت رقتك، ممكن بعد اذنك يا حماده يعني. بعد اذنك يعني تديني فرصه ثانيه؟ يا لهوي، تاخد فرصه واثنين وثلاثه وتزق الباب وانت داخل. قول يا نجم. سلام، حنين والله، حساس قوي يا حماده. حب تاني لا، 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 حب تاني لا. انت جاهزه؟ ايوه
انت جاهز؟ طبعا. طب يلا بسرعة. يلا سيبيني. بسم الله الرحمن الرحيم. هوب هوب. ايه ده؟ ثواني. هوب. ايه ده؟ ده دقيق. دقيق ايه؟ انت هتعجن. لا بقولك ايه، ده دقيق وانا دقيق. انت ثقيل. لا لا يا نوسه، بس بحلكيش لو سمحت. اسمعيني بس يا ستي، انت لو نمتي وصحيتي ولقيتي اثار رجليكي على الدقيق ده، تتاكدي انك بتمشي وانت نايمه. بص خالص، ما تعليش صوتك احسن حد يسمع. انا ما علتش صوتي، قلت ان انت بتمشي وانت نايمه. ان شاء الله يخرب بيتك، انت عايز تفضحني. عمري ما هجيب سيره لحد انك اسكت خالص. انا مش هقول لحد انك بتمشي وانت نايمه غير بعد ما اعالجك الاول. ولا حتى بعد ما اتعالج، انت ناسي ان انا على وش جواز. ما هي دي المصيبه يا نوسه، انك تفضلي تمشي وانت نايمه حتى بعد الجواز. وخصوصا يعني سوري. مش قادر اقولها لك. يا عم اخلص. اصل كنت بتعملي تصرفات كده وانت نايمه مش ولا بد. يا عم تليه. بقول لك ايه، انا اصلا مش جاهلي نوم دلوقتي. عيب عليكي نوسه. شايفه ده البادج ده؟ يعني انا دكتور امجد، ما تفوتنيش ابدا. جبت لك معايا ده منوم، هيخليكي تنامي بسرعه الصاروخ، وفي نفس الوقت تنامي وقت قليل قوي. منوم ازاي بس وانا فرح النهارده؟ اخاف اعمل اي مصيبه تاني. نوسه غلطاتك فيا بتكتر. قلت لك ركزي في ده البادج. بادج انا دكتور امجد. عرفنا. انا هفضل قاعد مراقبك طول الوقت عشان ما تعملش مصيبه كده ولا كده تودينا في داهيه. طب بقول لك ايه يا دكتور امجد، ايه رايك تفضل معايا هنا عشان تبقى قريب مني وتمنعني اعمل اي مصيبه تانية؟ ايه يا جريء بنت، انت متسرعه. فدي هتبقى اكبر مصيبه لو قعدت معاكي وانت نايمه يعني كده. بقولك ايه يا اسطى، ما تطلع بره احسن من هلفتك. بره تسويتيني وقلبتيني بسرعه. اتفضلي انت. ايه بره؟ ايه انا قصه بلاوي؟ ماشي يا نوسه. يا عم كويكس، يا رب استرها معايا، يا رب استرها وما تشمتش فيا اهل المطريه ولا الاميريه، يا رب. يا فنانة والله أنا مش مصدق إن أنت معانا في الأوتيل. أنا مبسوط جدا. معلش ما تأخذنيش يعني، أنا أول مرة أشوف فنانة بحقه حقيقي. أنا النسا حلوة وخلبوصة. ممكن تغني معايا يا فنانة؟ أنا النسا نسا 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 نسا. طب أنا النسا نسا 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 نسا. أنا النسا نسا 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 نسا. إزيك يا شاب؟ شابة؟ إلا قوليلي، الكردان اللي في صدرك ده عيار 24 ولا دهب فالصو؟ لا يا فندم، ده فالصو مكتوب عليه اسمي. أمال بقالي كتير ليه ما شفتكيش بتيجي الأنفوش؟ أنفوش إيه يا فنانة؟ حضرتك إحنا في الغردقة. ما تخافيش، ده ساحة صبالله جوزي. أمال فين أستاذ عبد العال؟ جوه في المنظرة. تعالي. أجي فين؟ تعالي معايا جوه، ده احنا هنريحوك. مش هينفع يا فندم اخش على حد من غير استئذان. تعالي يا شاب. عاملين كنتم يا فنانين؟ عليكم شوية حركات. انا رايح فين بس بالظبط يا فندم؟ قولي لي. يا فندم ارجوكي. ارجوكي يا فنانة. لا اله الا الله. العسقوس يا سناء. يا نهار اسود على الايام السود. نفوخك مش فاهم والله العظيم، انا ما فاهمكم ايه اللي خرجكم من الاوض دلوقتي؟ ده ايه اليوم النيله ده؟ ما احنا اهالينا مش هيخرجوا من المستشفيات اليومين دول. هيقعدوا اقل حاجه 90 يوم. ايوه مش هيخرجوا دلوقتي خالص. يا نهار ابيض. طب بالراحه بالراحه بالراحه. ايوه ايوه على مهلك على مهلك. خلي بالك عشان العسقوس. يا نهار اسود، انت بتستدوا سايبني. لا تعال ريح 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 على مهلك. لا
لا اله الا الله. عشان كده يعني بنقول نلغي الفرح الليله دي؟ يا ستي بالراحه عليه. لا اله الا الله. والله يا عيني العقل. اهو ناجل الفرح لغايه ما اهلكم يخرجوا من المستشفى وانتوا كمان تخرجوا من اللي انتوا فيه. بس مش هينفع تتجوزوا انتوا بالشكل ده بصراحه. لا 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 لا، احنا ناجل الفرح بس ما ناجلش الجواز. ايوه يعني ايه؟ يعني نتجوز الليله دي ومطلوب مأذون واتنين شهود. اي بس بعد اي واه دي انت متاكد يا ابني انك هتقدر؟ ايوه هيقدر. يا ستي انا بساله هو. ما هو عريسي وانا عارفاه هيقدر. ما ترد يا نيله. هي مش قالت لك ان هيقدر؟ يبقى هقدر. بس بالراحه، هو صوت لا دخلت صوت. ماشي، عامة ده حلو، يبقى نجوزكوا وفرصه نجوز معاكوا فارس. عصعوصي هو ده هنا العصعوص. ده يوم من قايل بنيله والله. انا ايه اللي جابني هنا؟ نصرتي 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 يا بتاعتك يا بتاعتك يا نوسه يا بتاعتك يا نوسه، ما تخصلي شمسويه ولا حتى امرويه. يا لهوي يا لهوي. مين مين؟ افتحي ست الكل، انا حماده. افتحي فين تخرب خيمة. بيتك مش وقتك خالص. طب اصبر اصبر. عايز ايه؟ مش وقتك. يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا ست الكل يا مصيبتي. ايه ده ست الكل ده؟ ايه ده انت ادمنتي؟ انا اعرف ان هو بيبقى سطر قدام التسريحه قدام الكرسي قدام كده، لكن ده ايه ده؟ ادمنت مين يا خبوق؟ انت ما تتلم احسن ما هلفاتك. يا ست الكل ده لو تنين بيدمن مش هيعمل المنظر ده، يفرهد الاوضه كلها كده مخدرات. يا ابا المخدرات ايه ده؟ دقيق دقيق دقيق. طب ودقيق وايه اللي جابه هنا؟ اصل الاوضه كان فيها نمل فانا قلت الدقيق هيطفشه. نمل ويجي عندك انت في الاوضه؟ طب ما جاش عندنا في اوضنا ليه؟ وجبت الدقيق منين؟ انت لسه هتقعد تهبك معايا؟ اخلص بسرعه وقول لي كنت جاي في ايه. ده خبر مش حلو خالص. الفرح اتلغى. فرح ايه؟ فرح ايه يا ست الكل؟ واحنا حالتنا غيره؟ ما هو فرح واحد، فرح الاثنين المكسحين اللي عملوا الحادثه. طب خلاص معلش. نعم يا اختي. اه اقصد يعني يا ست الكل انت واخده الموضوع ببساطه قوي ليه كده؟ امال انا عايز نعمل ايه؟ هقطع شراييني؟ يا ست الكل انت لازم تفهمي ان احنا هنرجع مصر مقشطين منفضين، لا في قسطها تدفع ولا في باقتها تتشحن. ده الفرح الوحيد اللي كان ممكن يرجع لنا مجدنا. طب بقول لك ايه؟ طريقك سلكه وانت دلوقتي وانا هبقى اشوف بقى مجدنا ده هرجعه ازاي. انا عايز اقول لك بس على نصيحه واحده، انت اقوى من المخدرات بقى. خلاص خلاص والله خلاص 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 الله قلبي يا واطش. ممكن ادخل؟ ادخل. ايه الازعاج ده؟ واحد ما يعرفش يفن شويه؟ يا سلام الدوشه دي. دوشه دي انت ايش فاهمك في المزيكا؟ ده فن. انا راضيه ذمتك، ده منظر فن. مالكيش دعوه، انا راضي بقى بالبهدله اللي انا بعملها دي. طب وعلى ايه كل ده؟ انا جايبه لك حل بدل البهدله اللي انت فيها دي. ايه بقى يا ست الحل؟ هنمضي عقد جديد مع شركه سياحيه اسمها فاروي للسياحه. فاروي؟ استني لحظه واحده. فاروي؟ الله، فاكر الاغنيه دي؟ انت هتدي مس بص كنت صغيره انت. طب بصي كنت عامل كده. بتكلم كلام مهم، انت بتعمل ايه؟ اسمعني. فارس عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ده كلام مهم، ينفع كده؟ اتفضلي. عارف العقد ده هيوفر لنا قد ايه؟ 15 اوضه لاخر السنه. شفت؟ يا سلام وفرحانه قوي. 15 ايه؟ روحي روحي والنبي، ده انا عايز 150 اوضه عشان احل مشاكلي. خلاص اسمعني بس، مستعجل على ايه؟ كل حاجه هتيجي واحده واحده. وبعدين هو انت خايف على الاوتيل انه يتحجز عليه؟ مش خايف انه يتحجز على نفسك؟ يتحجز على نفسي ازاي يعني؟ معقوله هتروح تتجوز نوسه؟ تقعد تطبل لها طول عمرك. الله، ومين في الدنيا ما بيطبلش لمراته؟ يوال بقى كده. ايوه واتفضلي بقى عشان انا عندي شغل. بقى كده. طب هي ربع ساعه وارجع الاقي الفايل ده ممضي. تمام؟ على فكره انا مدير الاوتيل، انا الرئيس بتاعك اصلا. بقول لك يا فريد انا عايز اكلمك في موضوع خاص كده. نعم. ما ينفعش انا اختصر فتره العده دي، يعني اتجوزك وندفع الفرق يعني. فرق؟ يا بطاطس يا بنتي عادي، يعني نذبح نطعم 10 مساكين كده يعني.
ما شاء الله. لا عن اذنك. سلام. مش فاهمك انت. ايه ده؟ جت اهي. هطبل لمراتي برضه. نوسة احنا كده اتاكدنا ان انت بتمشي وانت نايمه. مش وطي صوتك، انت هتفضحنا. ومالك فرحان قوي كده ليه وانت بتقولها اننا نمشي وانا نايمه؟ اسكت. ما هي خطوه مهمه ان احنا نعرف ان عندنا مشكله ونشتغل عليها. طب انا بس كل اللي هيموتني عايز اعرف الطاقيه بتاعه الواد اللي اسمه سعيد ده جت عندي ازاي. سعيد البلمن؟ اه يعني مش عارفه جت ازاي؟ لا. ولا باي طريقه؟ لا. ولا بالليل؟ بالليل يا نوسة. افضحتي افضحتي افضحتي، ده زمانه مجرسني في كل الفندق. ده كده كده، بس ده مش مهم دلوقتي، المهم دلوقتي نعرف هنعالجك ازاي. طب يلا ابتدي عالجني بسرعة. ها؟ المهم دلوقتي نعرف هنعالجك ازاي. يا اسطى بقول لك يلا بسرعة ابتدي عالجني بسرعة. نوسة هو انت ليه مش عايزة تقتنعي ان انا دكتور جسماني؟ مانيش طبيب نفساني. بقول لك ايه، جسماني فصلاني، انت اللي هتعالجني. انا مفيش اي دكتور هنا اعرفه غيرك، يبقى انت هتعالجني. يعني هتعالجني اعالجك؟ طيب بصي انا هحاول كده اجمع ذاكرتي واحمل الحاجات اللي انا درستها قبل كده. موسى قولي لي دلوقتي، الحاله دي انت اشتكيتي منها قبل كده؟ لا عمري ما حصلليش الموضوع ده غير لما حطيت رجلي في الفندق الشؤم ده. مش يمكن، مش يمكن اتوترتي قوي كده لما عرفتي انك هتتجوزي؟ هو الجواز بيوتر؟ طبعا، لما تبقى جوازه غريبه وسريعه زي جوازتك من فارس طبعا توتر. معاك حق، انا برضو مش عارفه هو ليه متسربع ومستعجل كده، بس انا برضو خفت لحسن ارفضه تبقى فرصه ما اعرفش اعوضها تاني. ده كده كده، قصدي كده كده لازم لازم تشيلي فكره الجواز دي من دماغك خالص. بصي يا حبيبتي، انت لازم في الاول تتعالجي، والعلاج ده ممكن ياخد سنين طويل، 20 30 سنه كده تتفرغي لي فيهم، ارجعك سليمه، تتعرفي على فارس من اول وجديد، تحاولي تحبيه، ارتحتي تتجوزيه، ما ارتحتيش خلاص. اسكت خالص، انت قفلتني، انا حاسه انك مش هتعرف تعالجني. ده كده كده. مش بطل يا رب ما تقلش معايا المره دي. هنشوف انت بقى عسل. مبروك مبروك مبروك. ايه ده بسم الله ما شاء الله، عريس قمر وانت قمر. انت دخلت هنا ازاي يا سيدي؟ انا بعرف اسلك نفسي يا عم، وانا قاعد في محطه مصر، داخل طالع داخل طالع. مبروك بسم الله ما شاء الله. ايه ده، هو انت عرفت؟ اه طبعا عرفت يا سيدي، مين ما عرفش في الاوتيل. جاي ابشرك كمان، اديك الشيك ابو 7 ارقام، تدفع الضرايب ها وتاخد الميراث وتديني 10% بتوعي. يا عم انا فكرتك جاي تبارك لي على الجواز. لا، 10% قبل الميراث. يا عم ماشي حاضر، هديك ال 10. انا بقول لك دلوقتي عشان تبقى انت فاهم. زهري احجز عليا. لا ما تقولش عليا. يلا بقى البس واتكلم كده عشان الحاج هايم جاي في السكه. لا قول له ما يجيش. احنا هنروح له؟ والله انت راجل محترم يا فارس. ولا هنروح له. طب حد هيجي ياخدنا ونروح له؟ ده حاجه جميله جدا. ولا حد هياخدنا ولا هنروح له اصلا، انا مش همضي على الوصل. نعم مش هتمضي على الوصل ليه ان شاء الله؟ كلام في سرك؟ اه اصل انا لقيت عروسه جديده. ايه؟ لقيت عروسه جديده. تاني تاني يا فارس، والجوازه تتفشكل. يابا امضي على الوصل، انا جايب لك حل زي الفل. ناس ليها قمر وناس ليها نوسة. فيها فارس انت مقير من العروسه الجديده دي ليه؟ ام اير، بس انا بصراحه سايبها على الله، لو تمت على خير يبقى تمام، ما تمتش بقى تمدي الوصل. لا برضه مش همضي على الوصل. ليه مش هتمضي على الوصل ليه؟ فهمني اللي في دماغك يا فارس. مفيش حاجه في دماغي. يا قمر ما جتش معاك ليه؟ انت مالك بقمر يا فارس؟ لو سمحت مالكش دعوه بقمر. مش هتحضر فرح يا اخي؟ هتحضر. هو انا مش اخوك؟ ايوه طبعا. مش هترقص الفرح؟ ترقص؟ لا الست تابت، اتجوزت وتابت الحمد لله. فارس لو سمحت بعد اذنك، حياتي الداخليه دي مالكش دعوه بيها، خط احمر. داخليه ايه؟ انا بقول على حياتك مش على. امشي امشي امشي، خلينا البس يلا. السلام عليكم. ما تجيب قمر معاك. ها فارس انا بقول لك اهو، ما تجيبش سيره قمر بقول لك. عصبي قوي، عصبي والله. عنده حق، حياته الشخصيه زي ملابسه الداخليه. الواد ده معلم، عشان كده قمر اتجوزته. سناء انت هتشفط الكوبايه كلها كده يا سناء. في ايه؟ ما انت فاكرها شيشه عمال تشفط تشفط، ما تسيبني حبه يا حبيبتي. عماله تكركر كركر كركر. يعني انت واخد الخضره وسايبني القرش. الله لذيذه قوي، حلوه.
ايه ده ليه ده وقف وقف المهزله دي ايه القرف ده؟ انتوا بتشبطوا الشاليموهات؟ جو التلزيق ده خلص خلاص من الثمانينات اصلا. الثمانينات ايه والتسعينات يا استاذ؟ احنا كنا هنتجوز والجوازه باظت والفرح اتلغى. وبعدين انت ازاي تخش علينا كده؟ فيه ايه؟ حتى اللحظه الرومانسيه اللي بتمناها مستخسرينها فيا. لحظه ايه يا ماما واخش عليكي فين؟ احنا في اللوكاندا يعني في الاوبن اريا. الله هو في كده؟ ده كده مش حلو خالص. طب على العموم اللي اتكسر يتصلح وانا ممكن احل لكم مشكلتكم. ازاي؟ عادي ممكن نحيي لكم الفرح ونعمل لكم ليله تجنن ولما تنزلوا مصر ان شاء الله تبقى تدفعوا هنا 5% وفي مصر تكملوا الاقساط بالقسط المريح. شكوك يعني؟ احنا حتى ال 5% مش معانا. لا 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 انا لا يمكن اتجوز بالتقسيط. 5% مش معاكي؟ ده انتوا شكلكم واقع من الدور العاشر. ازاي يعني؟ نعمل ايه؟ طب خلاص انتوا ممكن تدفعوا في مصر عادي بس بشرط تمضوا لي على وصل امانه هنا وننزل نخلص في مصر. لا انا ما اضمنش وصولات الامانه دي، ما ينفعش. انا مش عايز اتجوز. هتمضي؟ ده انا مستنيه اللحظه دي بقالي 15 سنه. قلت ايه؟ همضي. الله عليك، ده انت حلو خالص. شبطوا الشلموهات. مستر فارس، هو الدنيا حر؟ الدنيا حر إيه؟ صح صح صح، الدنيا حر. الدنيا حر؟ الدنيا حر. انت حران؟ انا زعلان. يبقى الدنيا حر. ايوه اصل انا حاسس ان انا بتكلم بسرعه قوي. ادهم انت كويس؟ انت كويس؟ انا كويس. يبقى الدنيا حر، الدنيا حر. بس ايه الحلاوه اللي انت عاملها دي؟ ايه ده؟ ايه رايك في البدله دي؟ لا بدله جامده، بس فين الدفتر؟ دفتر ايه؟ دفتر التذاكر. تذاكر ايه يا ابني؟ مش انت كومساري بتاعك؟ توت توت. الواد ده ماله؟ لا اصل مش فاهم. ايه؟ انا قررت ابقى انسان جديد. اوه ايوه ايوه من اول هات تشيل حديد. ايه 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 يا ابني؟ تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا كويس؟ انا اللي كويس؟ مش ده سعيد؟ هو مش ده سعيد؟ يا ابني في ايه ده سعيد ده؟ انت جبت البدله دي منين؟ انت سارقها؟ وايه ده؟ مش ده البابيون بتاعي؟ لا البدله سالفها، انا عمري ما اسرق. البيبيون لقيتها، استنيت عليها 3 ايام ما حدش سال عليها، خدتها. وبعدين يعني يرضيك اتجوز ببدله البلمن ولا ايه يا ادهم؟ قوي قوي. تتجوز ايه؟ هو انت فرحك النهارده؟ فرح النهارده وعروستي موجوده. نوسه هو اللي هي ادهم جدا جدا. استنى انت، نوسه ايه؟ انت عبيط؟ نوسه دي مراتي انا ولا هي ادهم؟ جدا جدا. بس انا بس عايز اقول حاجه يا جماعه، انا شفت يا عم. استنى مش وقته. ايه يا عم انت عبيط؟ انا ونوسه واخدين بعض عن حب واقتناع. انت بقى شوف لك عروسه ثانيه ولا هي ادهم؟ قوي قوي خالص جدا. نفسي اقول حاجه يا عم. قول وخلصني. انت برضه بتقاطعنا يا مستر فارس، بتقاطعنا يا مستر فارس. انا عايز اقول انا شفت ايه يا جماعه. بقول لكم ايه؟ ولا انت مرفوض، مش عايز اشوف خلقتك. ولع الهباب ده وانت فوق شويه يا اخي. ايوه مستر فارس انا شفت. مرفوض مرفوض خلاص، ضمنت شغل الجديد مع نوسه، هاكل منه الشهد. ولا ايه يا ادهم؟ ولا ولا خالص ولا جدا. ممكن اقول انا شفت ايه؟ فوق بقى يا ادهم، سيبني اروح الحق الفرح. يا جماعه انا شفت. يا جماعه يا جماعه شفت يا صاحبي؟ مفيش حد عايز يعرف انا شفت ايه. خلاص نشوف الفرح. عن اذنك مون بيه. تا 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 تا. ليلة عند الحبايب. ليلة 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 من القرايب. ليلة افراس. ايه بس؟ مش انا قلت لك اصبر شويه على الدخله، انا لسه عندي اوردر. بصي بس مش واخده بالك، بص الجو. بس ايه الشياكه دي؟ ده انت قلبت شاب بدله خالص ولا عمر كمال. لو وافقت يا نوسه وجوزنا مش خيال وقعدنا سوا في الكوشه هنبقى عالي العال. هعمل معاك الصح انا وارفدك في الحال. نوسة دي تبقى مراتي انا، مش طالبه شغل عيال. مش طالبه شغل عيال. مش طالبه شغل عيال. ايوه مش طالبه شغل عيال. مش طالبه شغل عيال. مش طالبه شغل عيال. لا مش هسمح لك تقف قصادي.
انا هتجوز نوسه الليله دي. ترنتت ترنتت اتجوز نوسه الليله دي. ترنتت ترنتت اتجوز نوسه الليله دي. يلا انت واد كداب غلباوي على طول نصاب، ما تسمعش كلامه احمر شبه غلاب. انت واد كداب غلباوي على طول نصاب. اول ما يخش الفرح بيتضرب له تعظيم سلام. اهو الادهم وصل هيكشف الافلام. ما هو فخر الغردقه دقه، فخر الغردقه دقه، فخر الغردقه دقه، فخر الغردقه دقه. مالك يا ادهم؟ اصل انا كان عندي صداع ودكتور امجد اداني حبوب. حبوب؟ حبوب ايه؟ حبوب جارة ارى 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 طلب سرح ارى 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 تتضايق مني؟ ما تتضايق، اصل انا هكشف حقايق. حقيقي يا ابني؟ انا شفت ست نوسة في غرفة دكتور امجد وبتقول له قاعد لوحدك كده زهقان نوسة توزك في سكة هسكت انا. ما تسكت بقى خلاص، اتكتم بقى خلاص، عرفت انك حافظ الكوكتيل كله بتاع الراجل اللي قاعد في البيت. اسكت، ربنا ما يحرمك مني ولا يحرمني منك، وكتر يا رب اللايك والشير وقدرني على فعل الخير. انا بحب اصحابي. مالك يا ادهم؟ مالك يا ادهم؟ في ايه؟ صحيح اللي بيقوله رامز جلال ده، قصدي ادهم جلال؟ لا رامز كذاب، قصدي ادهم زفت ده كذاب. اسمعني، عمرها ما حصلت خالص ارجوك. اسمعني يا فارس، عايزين يخلصوا مني وانا نوزه ست العرايس. شاكوش، قصدي ده الدكتور امجد. ارجوك تعال اقول لهم الحقيقه لحسن، ده بيقولوا كلام كذب خالص. انا 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 مش عارفني. لا بجد، لا انا توت بدي. انا مش ادهم. بس انا عارفه الست دي كويس. ايوه عرفني. ايوه انا عارفها كويس قوي، ما تخافيش يا نوسه، انا معاكي. يا عالم، يا خلق، يا هو، يا هو، يا هو، يا هو. خلاص بقى انجز، ابوس ايدك واقول لهم الحقيقه. نوسه، نوسه ما سابتش راجل في الفندق الا لو عدت عليه. الله يخرب بيتك يا اخي، ده كده مش حلو خالص. اسكت انت خالص. نوسه انا مش هسيبك، لازم احميكي منهم. طب انقذني بقى واقول لهم الحقيقه. يا جماعه انا لازم اقولها بمنتهى الصراحه، نوسه كانت عندي امبارح بالليل. بسرعه لو لقينا يا رب. خرجت تعبانه وبرده ما راحتش اوضتها، راحت على اوضه سعيد. العمر ما حد جالي، هي اللي استضافتني عندها كمان. منك لله يا خسارة يا فارس، أنا كان نفسي أتجوزك وأجيب منك عيال بيض وعليهم خضر ويملوا الأوض. ها؟ منك لله يا شيخ، تربطها على دماغي. على دماغي، على دماغي. نوسة، على دماغي. نوسة، على دماغي. نوسة، على دماغي. من فضلك لو سمحت نزل إيدك تحت. أنا هرفدك يا أدهم. مش أنا خالص اللي ممكن أترفد. يا جماعة، يا جماعة اسمعوني، اسمعوني، اصل الحكايه عندي انا يا خلق يا هو. نوسه، نوسه دي ست طيبه قوي، حنينه، دامسه، بتشوف شغلها بمنتهى الشفافيه. انتوا هنكت يا دكتور ولا ايه؟ يلا يا بنتي باين عليها هتجوزك انت. يلا فرستي. ايوه يا جماعه، ايوه يا جماعه اسمعوني. ايه يا احلى عروسه حبيبي، يا اجدع عريس. نوسه الاصيله برضو ما سابتكيش يوم فرحك. نوسه كانت عند العريس في الاوضه. يا نهار اسود، ايه الكلام اللي انا بسمعه ده؟ مستحيل يا سناء، ما حصلش. حصل قدامي، قدامي يا خاين. بقى خاين. يا جماعه، يا خلق يا هو، نوسه ضحيه، نوسه مريضه نفسيه، نوسه بتمشي وهي نايمه 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 نايمه.